الرواتب. رئيس الوزراء بيزف بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص، ننشر التفاصيل. وعاجل الآن حقيقة رفع أسعار الخبز المدعم في مصر، ننشر التفاصيل. وعاجل الحكومة المصرية تكشف طريقة مواجهة ارتفاع الدولار أمام الجنيه. ومفاجأة بعد الملء الثالث لسد النهضة، مصدر يكشف كميات مخزون المياه في بحيرة ناصر. وعاجل، منذ قليل مصر تستعد للإعلان عن مفاجأة كبرى. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار الجديدة أول بأول. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك، عاوزين نوصل ل 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وتعملوها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، والرواتب. رئيس الوزراء بيزف بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص. وأعلن محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات زيادة رواتب العاملين في القطاع، وقال احنا كقطاع خاص هنرفع الحد الأدنى وهنزود 300 جنيه للعمالة، وده دورنا الاجتماعي. من جانبه أثنى مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد عمال مصر على قرار اتحاد الصناعات برفع أجور العاملين في القطاع بنحو 300 جنيه، لفت إلى أن هذه الخطوة وفرت الكثير من الجهد. وأضاف مجدي البدوي في تصريحات لصدى البلد، يتم الاجتماع خلال الأيام القليلة القادمة لبحث تطبيق زيادة الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص. وكان المجلس القومي للأجور يجري مباحثات مع شركات القطاع الخاص لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ل 2700 جنيه أسوة بموظفي الحكومة خلال الفترة الماضية. وكان من المفترض تطبيق الحد الأدنى في يناير 23. وفي إعلان الحكومة عن الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام والذي وصل ل 3000 جنيه، فبدأ المجلس القومي للأجور ببحث زيادة أجور القطاع الخاص ل 3000 جنيه. وبادر محمد السويدي بالإعلان عن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الأول للصناعة بحضور الرئيس السيسي، وقال طول عمرنا داعمين للدولة المصرية وقررتها. وفي الأسبوع الماضي أقرت مجلس الوزراء زيادة جديدة في أجور العاملين في الدولة بزيادة 300 جنيه ليصل الحد الأدنى للأجور ليصبح 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022. بالنسبة للعلاوات الاستثنائية، وافقت الحكومة على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية اللي بتشمل إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات بمبلغ 300 جنيه شهريا اعتبارا من نوفمبر المقبل. ومن بين القرارات سيتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24000 جنيه ل 30000 جنيه في السنة، فالمواطن الذي يبلغ دخله 2500 جنيه شهريا أصبح غير مطالب بدفع ضرائب. المصدر معانا كان من صحيفة صدى البلد. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل الآن، حقيقة رفع أسعار الخبز المدعم في مصر. وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في تبني حزم للحماية الاجتماعية واسعة التغطية، من أهمها دعم الخبز والإبقاء على سعره للمستهلك رغم ارتفاع الأسعار العالمية. وضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الدولة تتحمل الفرق في التكلفة الإنتاجية والذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، إضافة إلى منظومة دعم السلع التموينية التي يستفيد منها 64 مليون مواطن، بخلاف الدعم النقدي المقدم في إطار برنامجي تكافل وكرامة للمستحقين لتخفيف الأعباء عن كاهل هذه الفئات. في ذات السياق أضاف رئيس الوزراء أنه تم تبني عددا من الإجراءات لدعم منظومة الحماية الاجتماعية بما يتضمن إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، وتشمل إمكانية تقديم الدعم المادي الاستثنائي لحوالي 9.1 مليون أسرة بتكلفة إجمالية شهرية 1.121 مليار مليون جنيه، مع إطلاق حزمة من الإجراءات المالية وإجراءات الحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه
للتعامل مع الأزمات الاقتصادية الحالية وتخفيف الآثار على المواطنين. كما تم إصدار قرار لتنظيم صرف السلع التموينية للمواطنين من أصحاب بطاقات الدعم التمويني، والذي نص على قواعد محددة تحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من مستحقي الدعم التمويني. مصدر معانا كان من القرار 24، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إذن عرفنا من هذا الخبر أن الحكومة المصرية لن ترفع سعر رغيف العيش، بل بالعكس بتقدم مساعدات ل9.1 مليون أسرة، مساعدات مباشرة تكلف ب 130 مليار جنيه. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل الحكومة المصرية تكشف طريقة مواجهة ارتفاع الدولار أمام الجنيه. وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري عن سياسة الحكومة في مواجهة ارتفاع سعر الصرف على دخول المواطنين والنمو والتشغيل. وأكد مدبولي أن سياسة الحكومة تركز على تبني حزم من الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. تستهدف زيادة مستويات الإنتاج والمعروض من السلع والخدمات، الأمر الذي من شأنه تقليل مستويات الأسعار وخلق المزيد من فرص العمل، والتي شملت 6 محاور إصلاح من خلال 32 سياسة تستهدف 88 إصلاحا هيكليا إجرائيا وتشريعيا ذا أولوية من إجمالي 310 إجراءات إصلاحية. أضاف أن الدولة تواصل جهودها لضبط الأسواق وزيادة مستويات تحفيز المزارعين على إنتاج السلع الأساسية لرفع مستويات الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع، وعلى رأسها القمح، بما يخفض من معدلات التضخم وبيساهم في السيطرة على معدلات الأسعار. في هذا الأمر أوضح رئيس الوزراء أن الدولة قامت بتقديم حوافز إضافية لتحفيز المزارعين على توريد القمح لموسم 22 لتشجيع جميع المنتجين على تسليم 12 إردبًا من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى. وتم زيادة المساحة المزروعة من القمح لتبلغ 3.7 مليون فدان في 2022 مقابل 3.4 مليون فدان في 2014 بنسبة زيادة 7.4%، إلى جانب زيادة عدد الصوامع لتبلغ 74 صومعة في 22 مقابل 40 صومعة عام 2014 بنسبة زيادة 85%، فضلا عن زيادة الساعة التخزينية للقمح بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن عام 22 مقابل 1.2 مليون طن عام 2014. أضاف أن الدولة قامت أيضا في هذا الأمر بتحديد وزن الإردب من القمح ب 150 كيلو جراما فقط بدلا من 155 كيلو جرام، مما يوفر 5 كيلو جرام قمح في كل إردبا لمصلحة الفلاح، مع زيادة عدد نقاط استلام القمح، حيث تم إضافة 45 نقطة استلام القمح عام 22 ليصل الإجمالي إلى 450 نقطة. أكد رئيس الوزراء أن الإجراءات سالفة الذكر أسهمت في ارتفاع نسب توريد القمح هذا العام لتصل ل 4.2 مليون طن، وهي نصف الكمية المنتجة بمصر هذا العام، بما يشير إلى أن عمليات التوريد هذا العام تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي. كما تم الإعلان مبكرا عن سعر توريد القمح قبل زراعته الأول مرة تنفيذا لسياسة الزراعة التعاقدية، حيث تم رفع سعر القمح الألف جنيه كسعر استرشادي للإردب الموسم المقبل. توريدات عام 23 مقارنة ب 820 جنيه للموسم الماضي. وطبعا كما ذكرنا منذ قليل أن الحكومة المصرية ورئيس الوزراء أبقى على سعر صرف الخبز للمواطن، الخبز المدعم. المصدر معانا كان من صحيفة الأهرام، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. يعني نجد أنه هناك خطوات من الدولة جادة وسريعة لطريقة مواجهة ارتفاع الدولار أمام الجنيه وتأثيره على الدخل بالنسبة للمواطن المصري اللي بيقبض بالجنيه المصري. هل قادر على يعني التعامل في الأسواق وأنه يشتري اللي يحتاجه؟ أعتقد أن الحكومة المصرية تسعى إلى عمل ذلك. أترك لكم التعليق على هذا الخبر.
ننتقل مع بعض الخبر آخر ومفاجأة. بعد الملء الثالث لسد النهضة، مصدر يكشف كميات مخزون المياه في بحيرة ناصر المصرية. قال مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية والري في مصر أنه بالرغم من التخزين الثالث لسد النهضة، فإن إيراد مصر من مياه النيل جاء كاملا العام الحالي دون أي نقصان. أوضح المصدر أن معدل الأمطار جاء مرتفعا العام الحالي بنحو 20%، مما عمل على ارتفاع مخزون المياه في بحيرة ناصر والسد العالي. من جانبه قال عباس شراخي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة أن معدل الأمطار العام الحالي جاء إيجابي، وضح أنه سينعكس ذلك على الزراعة بسبب الوفرة في المياه التي تم تخزينها بفعل الأمطار. ولفت شراقي إلى أن الكمية التي اكتسبتها مصر من مياه الأمطار العام الحالي تقدر بنحو 9 مليارات متر مكعب من المياه، وبلغ إيراد مصر من مياه النيل نحو 55 مليار متر مكعب، وهو إيراده السنوي المعتاد. الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري كانت قد بشرت بموسم أمطار كثيف منذ أغسطس الماضي، وضح أن الأمطار أعلى من المعدل على حوض نهر عطبرة والنيل الأزرق. وضحت وزارة الري أنها تعمل على إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الاستخدامات الأخرى. لفتت وزارة الري إلى أنها تتابع الموقف المائي وجاهزية إدارات الري والصرف والميكانيكا بمختلف المحافظات، مع الاستمرار في رفع حالة الاستنفار بكافة أجهزة الوزارة ودورية عقد لجنة إيراد نهر النيل لمتابعة الموقف المائي. مصدر معانا كان من القرار 24، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. منذ قليل مصر تستعد للإعلان عن مفاجأة كبرى. قال كبير الأثريين في وزارة السياحة بالآثار المصرية مجدي شاكر إنه هيتم الإعلان عن مفاجأة أثرية كبيرة خلال الفترة المقبلة. وضح أن مجلة ناشيونال جيوغرافيك أكبر مجلة سياحية عالمية تحدثت بأن مصر من أهم 25 مقصدا سياحيا على مستوى العالم. أضاف أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة الاستقبال للأفواج السياحية في معظم المناطق الأثرية، وقال ربنا يبعد عننا أهل الشر وترجع مصر تاني تنور مرة تانية. وأشار كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار في تصريحات تلفزيونية إلى أن هناك بعثة إسبانية تعمل في الساحل الشمالي اكتشفت مجموعة من السراديب، وخلال الأيام المقبلة هيكون الإعلان عن مفاجأة أثرية كبيرة. لفت إلى أن هناك بعض المطالبات باستعادة حجر رشيد من قبل الكثير من الأثريين، وعلى رأسهم الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، ولكن حتى الآن لا يوجد طلب رسمي من الدولة الرسمية باستعادة حجر رشيد.